صباح الفل يا جماعه. النهارده انا عندي ليكم خبر جميل جدا 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 وانا مش عايز اوريكم قد ايه سعادتي وقد ايه بهجتي وقد ايه النور اللي طالع من عينيا. هي الفكره ان انا امبارح كنت مع بيسموه بالعربي مبرمجيات، يعني مهندس برمجه، يعني على اساس بنقعد ان احنا بنشوف الخطه اللي بعد كده. واحد من التيم بتاعنا اللي هو بنشوف خطه شكل دبوس قدام هتقدم ايه كلام من ده، وكان اهتمامي كان سؤال واضح، انا عايز دلوقتي اشوف، انا عايز اروح للناس، مش عايز الناس تيجي، انا مش عايز ادي محاضرات اكاديميه، انا عايز المواضيع اللي تهب الناس. وانا عارف ان شعب مصر بيحافظ على نفسه وبيحافظ على صحته، واكيد في مواضيع كتيرة تهمه. فلقيته ان هو عينيه بتاعت مليانة مية كده، ومعرفش بيكتم ضحكته ولا بيكتم دمعته، مش عارف يعني. فقال لي بص، مبدئيا دكتور، هو لما انت تكون عايز حاجة بتعمل ايه؟ قلت له لو عايز حاجة بدور عليها. قال لي كده، الله ينور عليك. قال لي انا دلوقتي حوريك، انا مش هقول لك كلامي، انا عايز اوريك انت تشوف بنفسك. قلت له خير. رحنا فتحنا الكمبيوتر وبعد كده كتبنا الترند جوجل، وده مستر جوجل عامل موقع على اساس تعرف تشوف فيه ترندات على مستوى العالم، مش على مصر، على مستوى العالم. الناس بتتكلم في ايه؟ اهتمامات الناس في ايه؟ وكتبنا طبعا ايجيبت، وخلينا الموضوع دلوقتي بقى مش من ازل، احنا خلينا في اللي احنا فيه في خلال 30 يوم. الناس اهتماماتها ايه؟ وطبعا دي كانت المفاجأة السعيدة بالنسبة لي، انه طبعا اهم حاجة بالنسبة للناس اللي بيدوروا عليها، اهم حاجة هو العنتيل الجيزة، وبعد كده حكايات بنات، وبعد كده معرفش العنتيل تاني، بس يمكن في عنتيل في حتة تانية. نمبر ون هو عنتيل الجيزة، نمبر ده غلب نمبر ون محمد رمضان. هو دي اهتمامات مصر؟ هو ده اهتمام الشعب المصري؟ المهم قفلت معايا. طبعا انا حسيت بلوعة، لانه كده معناها انه في كتير من الناس اللي هي زي شك الدبوس، اللي عايزة تحب تعمل معلومة حلوة وعايزة تقدم معلومة كويسة، فهمت ازاي، بتفيد الناس، مش عارف ايه كلام من ده، ملهاش دور، ملهاش سكة في الحتة دي، لان الناس مش دي اهتماماتها، هي بتدور على العنتيل وحكايات البنات وحاجات تانية مش عارف اقولها طبعا في الايه، في التصوير. الحاجة التانية، فأنا روحت البيت وحاسس اللي هو لا يا جماعة، لا لا لا، جوجل بيجد، جوجل بيهزر، جوجل ما عمر ما جوجل بيعرف ايه اللي موجود في مصر. لغاية ما قمت من النوم طبعا، وانا بشيك على الايميلات بتاعتي ده زي العادة، بشوف الايميلات، بشوف الواتس، بشوف الشاك الدبوس اخبارها ايه، مش عارف ايه كلام من ده، اذا كان في اي استفسارات. والمهم فطبعا ضمن الحاجات بفتح الفيس، ودي كانت النكبة، الفيس كله بيتكلم على رقاصة برازيلية كانت بترقص في البيوتي. الفيس كله اللي هو مش كله بقى، اللي هو المفروض اللي هو الميدل في مصر بقى، يعني هو كلهم بيتكلموا في مصر عن الرقاصة. فأي بوست ان هو فيه رقاصة، يا خرابي، لا ده انا مش بس بقى استمتع، ده انا لازم امتع الناس دي كلها. فشيروا كلامنا. وبعد كده بالصدفة لقيت فيه شخص في قمة الجمال بيكتب عن معلومة مهمة جدا، معلومة تاريخية يمكن انا مكنتش قارتها قبل كده. بعدين بقولت ابص كده مين قراها، لقيت اتنين يعني مكسوفين يحطوا لايك ومفيش شير، يعني لولا ان هو كان من ضمن الكلوز فريندز، فهمت ازاي، ما انا قريتها، غير كده ما فيش. فدي انا بقى ايه، انا ما اعرفش اقول ايه الحاجه بصراحه، يعني هو ده الحاجه اللي احنا كده هنلغي مشاكل التعليم والصحه والمشاكل الداخليه والخارجيه كل حاجة نتيجة لما كل ما نتفرج على رقصات اكتر، وكل ما نشوف ونستمتع بقى ونفيد الناس، فهمت ازاي، احنا نفيد الناس كتير ان احنا نوريهم الرقاصة اللي هي رقصت في البيوتي سنتر كانت بتعمل ازاي. وكده ان شاء الله الحمد لله كده مشاكلنا كلها هتتحل، وصحتنا هتبقى زي الفل، وهنبقى تعليمنا كويس، وعيالنا هتبقى زي الفل، وهيبقى التعليم زي الفل، كل ده. فعموما كل سنة وانتم طيبين. انا كده عرفت دماغ المصريين او معظم المصريين بتتجه ناحية ايه،
وده ربنا يلطف بيكو، ربنا يكون في عونكو. بس النصيحه ما تأملوش كتير، يعني ما تحطوش اكسبكتيشنز توقعات كتير طول ما احنا دماغنا مهتمه بالسكه دي. ولو مش مصدقين عندك مستر جوجل، روح افتح على جوجل ترندز واكتب كده، حط مصر او حط البلد اللي انت نفسك فيها يا اخي، ودور على شوف الناس بتتكلم في ايه، وبص بقى فرق الشعوب، كل بلد بتكتب ايه، بتدور على ايه. الرسالة وصلت؟ السلام عليكم.